رجعنا لكم مع ابراج مسقط العالميه الالكترونيات. ابي احمد البلوشي بيخرب السوق والله. اول مره اشوف واحد يبيع فرن ب60 قيمته يبيع ب6 ريال. في حاجه بدك 800 بيس، تخفيضات من 20% إلى 90%. هذا العرض راح ما راح يذكر الا في الاحلام فقط. يا جماعه بس ملاحظه، اول حاجه ملاحظه، احنا اليوم تاريخ 15/12 والكمية محدودة، حتى نفاذ الكمية. إذا بغيت تجي تعال وبتحصلهم، قد تجي بكرة بالليل تحصل الأغراض يمكن نفذا، فبالتالي الأغراض حتى نفاذ الكمية وجدام عيونكم. والريال عنده الفواتير، ما يثبت لكم ولأي جهة معتمدة ورسمية في البلد أن الأغراض أخذوها المستهلكين. ملاحظة لكل المستهلكين، الأغراض حتى نفاذ الكمية وفقط في فرع أبراج مسقط في مخازنهم اللي في صناعية بركة. أنا كمعلن كمحمد المخيني أبر ذمتي، هذه الأغراض مخازن متروسة. أحمد إذا أحد عنده أي تشكك يتوجه لوين؟ اللي عنده تشكك في السعر ما صحيح ولا اي حاجه يتوجه لحمايه المستهلك، واحنا موجودين ان شاء الله. طيب اذا الكميه خلصت؟ الكميه خلصت ما ذنبي، انا ما بحر، انا عندي الكترونيات جبت تنوي خلصا، انا ما بحر، اذا بحر اقول لكم، لكن ابراج مسقط حتى نفاذ الكميه. اذا الان هذا الكلام اللي بوصل لكم اياه عشان لا تقولوا والله ماشي منه، الاغراض حتى نفاذ الكميه، وهذا ما شاء الله شوفوا أبراج مسقط أمامكم، هذا مخازن متروسة بالإلكترونيات وحتى نفاذ الكمية. عرض الأحلام، هذا الفرن من سعره كان 45 ريال، الآن السعر بعد الخصم 4 ريالات و500. الفرن اللي شوية أكبر منه وضمان سنة من 60 ريال صار بعد الخصم 6 ريالات. وهذه المروحة من 20 ريال صارت بريالين. طباخة مالت الجولة، هذه الكمية أمامكم من سعرها كان 15 لين صار الحين بريال و500 بيسة. وهذا الفرن بجولة وحدة من 10 ريال صار بريال 1. وملاحظة هالمرة ما في حد بياخذ كمية، كل شخص له حبة قطعة وحدة يختار. المكنسة كاتمة للصوت شغل بس كذي صوته، وسعرها من 65 إلى 49 و400.